في خبر مزعج جدا عرفنا من شوية ان كين بلوك مات في حادث تزلج. كين بلوك هو بطل راليات عالمي واشهر واحد عمل دريفتات بالعربيات. لمن لا يعرف كين بلوك، هو ده كين بلوك. الخبر ده طبعا خبر حزين لكل محبي السيارات على مستوى العالم، لان الراجل ده كان يعتبر ايقونه في الحته بتاعته. بلاش تفتكروا ان الدريفتنج والحاجات دي حاجات هايفه او ان اللي بيحبها ناس هايفه، بالعكس هو وصل بالحاجات دي لمرحله من الفن والمهاره كانت مخليها في حته تانية خالص. يعني لو الناس كانت حاطه لاين او حدود لقدرات العربيات في الدريفتنج، لا كان بلوك عداها بمراحل كتير قوي. هو ما حققش نجاحات كبيره في الراليات وفي الموتو كروس قد ما حقق في مهارات الدريفتنج اللي كان عملها، والجيم كان اللي عملها اللي كان بينزل بيها فيديوهات كل الناس حرفيا كانت بتستناها وبتقعد تتفرج عليها على يوتيوب وعلى وسائل التواصل المختلفه عشان تعرف قد ايه الراجل ده بيقدر ان هو يتحكم في عربيته، بيقدر يتحكم في الاله اللي تحت رجله اللي قوتها كانت بتوصل ل 1500 حصان زي الماستنج الاخيره اللي كان داخل بيها الهونيجن ريسز والحاجات دي. بس في نفس الوقت حوادث التزلج اللي بتحصل لبعض السائقين بتخليك تتدبر قد ايه الدنيا دي ممكن بتروح في ثانيه وتروح لسبب غير متوقع بالمره. احنا يا دوب كنا من كام يوم في شهر ديسمبر اللي فات بنقول دي الذكرى التاسعه لوقوع مايكل شوماخر في الغيبوبه الصناعيه اللي اتحط فيها بعد حادثه التزلج اللي اتعرض لها في ديسمبر 2013. لما تيجي تفكر قد ايه الناس دي بتاخد ريسك في الرياضه اللي كانوا بيمارسوها او الكرافت اللي بيعملوها، المهنه اللي كانوا بيمتهنوها. لما واحد بطل عالم في الفورمولا 1 اللي هي تعتبر قمه هرم رياضه السيارات ان ذا بينكل اوف ذا سبورت، يقضي كارير حافل جدا ويتسابق لمده تجاوزت ال 15 سنه في اسرع عربيات موجوده حرفيا على كوكب الارض وما يحصلوش حاجه، وفجاه هو بيتزلج مع اسرته بعد ما يعتزل يقع على دماغه وينزل في غيبوبه، ولحد دلوقتي محدش شاف صوره مايكل شوماخر بعد ما عمل الحادثه بتاعته. نفس القصه كان بلوك بعد كل اللي عمله والحاجات الستانس الخطيره جدا اللي عملها بتلاقيه بيعمل حادثه سكي موبيل، لا تعتبر حاجه زي الجيت سكي بس حاجه مخصصه للتلج او حاجات بيبقى فيها جنازير بتجري على سرعات عاليه على التلج. فنختم ان احنا لازم نقدم خالص التعازي لكل اسرته ومحبينه اللي انا شخصيا كنت منهم. وهي دي الدنيا، تتفاجئ كده احيانا تلاقي حد كده ملء السمع والبصر وفجاه بيروح. بس فحبيت اعرفكم، يعني معلش هو خبر مزعج بس لازم نعرفكم بيه بما اننا يعني صفحه وقناه متخصصه في السيارات وده حد مش قليل يعني في عالم السيارات. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله قريب. اتشكر على المتابعه.